من الصعب على العائلات الفقيرة توفير الاحتياجات الأساسية لا سيما الغذاء. أصبحت التكية اليوم ملاذا لمن لا قوت لهم. نبعت فكرة تكية آل أبو دقة من الإرث الأصيل لعائلة أبو دقة الذي اتسم بالكرم والشهامة وغاثة الفقير وعابر السبيل. فتحت التكية أبوابها من العام الماضي 2019 لسيما ونحن نمر في ظروف اقتصادية صعبة. أما عن آلية العمل والتمويل فالتمويل يأتي من أبناء العائلة في الداخل والخارج. العمل هنا يتم بشكل مجاني ودون أجر ودون مقابل. أما عن التوزيع فيتم توزيع وتقديم وجبات الطعام لكل من يحضر إلى التكية دون شروط، ويتم تقديم الطعام بشكل 150 إلى 200 وجبة كل يوم من كل أسبوع. نسعى ونجتهد الآن لزيادة عدد الكميات المقدمة من الطعام وزيادة عدد أيام العمل في التكية خلال الشهر الفضيل شهر رمضان. أما عن الأصناف المقدمة فيتم تقديم وجبة الفاصوليا ووجبة الكبسة ووجبة السمك ووجبة البازيلا.